معنا من تونس المحلل السياسي نزار مقني، مرحبا بك. نزار، ما حدث اليوم هل يعتبر عودة جديدة لنشاط الجماعات الإرهابية في تونس؟ شكرا على هذه الاستضافة. نعم، هو مؤشر لعودة أو لمرحلة جديدة من عمل هذه التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي والمتمثل في جماعة جند الخلافة الإرهابية والمتمركزة في مرتفعات محافظتي القصرين وكذلك في جبل عرباتة بقفصة. وهذه المؤشرات يعني بدأت منذ أن أعلن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي عن بداية يعني طور جديد من أطوار هذا التنظيم بعد أن دحر في سوريا في آخر معاقله في سوريا وكذلك في العراق، وانحداره في كل من ليبيا وكذلك في مناطق أخرى يعني في إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. طيب، مع هذه الأحداث تزامنت أيضا مع توعك الحالة الصحية للرئيس التونسي، ما تفسيرك لتضارب الأنباء حول حالته الصحية؟ مرة نسمع أنها خطيرة ثم مستقرة، لا سيما أنه أصيب بوعكة صحية منذ أسبوعين. بالنسبة إلى يعني مرض رئيس الجمهورية، يعني الأنباء متضاربة، اقتضاب شديد بالنسبة لمصالح الاتصال برئاسة الجمهورية لا تخول لنا أن نستنتج الكثير منها، وهذه الضبابية هي التي جعلت اليوم يعني كثير من الإشاعات تخرج عبر المنصات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حتى بعض وسائل الإعلام التي تماهت مع هذه الإشاعات، وأعلنت حتى خبر وفاة الرئيس. وبمثل ذلك يعني فإن الخطأ هو خطأ اتصالي بالأساس، كان على مصالح رئاسة الجمهورية أن تشرح أكثر ماهية مرض الرئيس لكي لا تدخل البلاد في حالة من القلق والارتباك حول مستقبل يعني مؤسسة رئاسة الجمهورية أولا، ثم حول المسار السياسي الذي يمكن أن يتبع في المراحل القادمة، خاصة مع إمكانية تفعيل يعني الفصول من 82 إلى 84 المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية وكذلك ب يعني التناوب حول السلطة في هذا المنصب. وبذلك فإن هذا الخطأ الاتصالي يجب تلافيه في أقرب الأوقات لكي لا تكون هناك حالة قلق كبيرة، سواء كان ذلك في على المستوى الشعبي أو كذلك حتى على المستوى السياسي. وذلك يعني اتضح جيدا اليوم في مجلس نواب الشعب، هناك اختلاف بين الائتلاف الحاكم الذي لم يرد عقد جلسة استثنائية لتدارس الأوضاع، سواء كان ذلك العملية الإرهابية أو كذلك يعني مرض الرئيس، وكذلك مطالبة المعارضة يعني بضرورة أن تكون هناك جلسة استثنائية. وبمثل ذلك يعني فإن هذا الخطأ يجب تلافيه يعني إلى حد ما غدا أو بعد غد. طيب، هل توعك الحالة الصحية للرئيس جاء قبل أو بعد خبر العملية الإرهابية اليوم في تونس؟ هل لديك تفاصيل أكثر حول تزامن الأحداث؟ يعني لا يمكن ربط التوعك يعني صحة الرئيس بالعمليات الإرهابية. الرئيس يعاني من توعك منذ يعني الأسبوع الماضي، وما حصل له يبدو أنه يعني مضاعفات لذلك التوعك الأول الذي أصيب به، والذي يعني من خلاله أدى إلى هذا التوعك الأخطر، والذي وصف حسب مصالح رئاسة الجمهورية بالحاد، ثم أضيف إليه وصفا ثانيا أو نعت ثاني وهو مستقر. وبذلك لا يمكن، يجب الفصل بين يعني الحادثتين، بين العملية الإرهابية وبين توعك صحة الرئيس. لا أرى أنه ولا أعتقد أنه يوجد ربط مباشر بين الحدثين. طيب، رئيس الحكومة يوسف الشاهد قام بزيارة الرئيس باجي قايد السبسي في المستشفى، وقال أن الرئيس في حالة يعني مستقرة وهي متحسنة،
هل ترى أن ذلك فيه نوعا ما يعكس تخوف أو حالة إرباك مما يمكن أن يثيره خبر لا قدر الله إذا توفي من بلبلة وزعزعة الاستقرار في تونس؟ إذا ما كان يعني ما قاله رئيس الحكومة جاء بدفع منه لتهدئة الأوساط، يعني خاصة مع المسار السياسي الذي بدأته تونس ومع التنقيحات التي طالت قانون الانتخابات وما الذي سوف يكون مستوجبا دستوريا للحسم في هذه التنقيحات وتنقيح القانون الانتخابي وما يمكن أن يفرز ذلك من مشهد سياسي قادم خاصة من حيث شروط الترشيح للمرشحين الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. كل ذلك يعني هو الذي يعني فرض نفسه على رئيس الحكومة لكي يخرج بتقديم خطاب هذا بأن صحة الرئيس في استقرار ويجب التثبت من دقة والتحري حول دقة المعلومات. يعني هو أراد أن يكون بذلك السباق إلى طمأنة التونسيين كأن يقول أنه هو المتمكن من الساحة في الوقت الحالي في غياب رئيس الجمهورية، وتلك هي الصورة التي اتضحت جيدا اليوم حتى في ذهن الكثير من يعني من يعني الشعب والمواطنين في الشارع. يقولون أن الشاهد هو الذي خرج وأفصح عن هذا الشيء، وهو يريد الظهور في صورة القيادي والقائد في هذه المرحلة الصعبة، ذلك ما قرئ سيميولوجيا أو حتى اتصاليا. واضح. أشكرك المحلل السياسي نزار مقني، كنت معنا مباشرة من تونس. العاشرة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. تفجيران انتحاريان في قلب العاصمة التونسية، والشاهد يعتبر الهجومين دليلا على يأس الإرهابيين.